هنشوف مع بعض الفيديو. حد فاكر القانون بتاع الريزيديو كان بيقول ايه؟ كنت باجي ادي تكامل تدل اف اوف زد. لو عايز احسب التكامل ده، التكامل ده بطريقه الريزيديو، احنا قلنا التكامل ليه اكثر من طريقه، هيتحل بوش انتجر هيتحل بايه؟ بالريزيديو، صح؟ لو انا عايز احسب التكامل ده على زد ناقص زد نوت، اتفقت معاكم القانون ده فيه حالتين. ممكن القانون ده يكون البراكت دوت اس كام؟ اس واحد، او يكون نفس القانون بالظبط تكامل على المسار ده المنطور بتاعي اف زد، هنا زد ناقص زد نوت الكل اس ان. اتفقنا مع بعض ان احنا القانون ده يعتبر حاله خاصه بالقانون ده، يعني انت المفروض تحفظ القانون الايه؟ الثاني ده خلاص. ايه القانون ده بقى اللي احنا قلناه لحد فاكر؟ حد فاكر القانون ده بيقول ايه؟ بيعتمد على الباور اللي هنا ده، ان احنا نقول واحد على فاكتوريال ان ناقص واحد، صح كده؟ تمام؟ نروح نقول ليميت لما الزد تقول لزد نوت، مين زد نوت دي؟ زد نوت دي اللي انت بتتكلم عليها، دي اصفار المقام اللي هتكون واقعه جوه الايه؟ الكنتور، خلاص؟ الكلام ده لمين؟ للتفاضل بتاع الان ناقص واحد على الدي زد بتاع الان ناقص واحد لمين؟ لزد ناقص الزد نوت اس ان في الاف اوف زد، كان قانون كده ما شاء الله ايه؟ كبير، صح يا باشمهندسين؟ القانون ده طلع منه حاله خاصه لو انت بتتكلم عن ان بار ده كام؟ واحد، يعني هتشيل تحط هنا ان بواحد، تحط هنا ان بواحد، تحط هنا ان بواحد، فقال لك لا مش لازم دماغك بقى، نعمل ايه؟ ليميت على طول، تمام؟ لما زد تقول زد نوت للبراكت اللي هو مين؟ زد ناقص زد نوت في الاف زد. الكلام ده مش هيتعمل غير لما تكون بتحل التكامل عن طريق الريزيديو، تمام؟ بس الكلام ده طبعا الكلام ده مش قيمه التكامل، لكن ده قيمه الايه؟ الريزيديو، يعني ده جايبه لمين؟ الريزيديو، يعني مثلا تشيلوا التكامل ده كده وتكتبوا مكان ده مين؟ ده يعتبر مين؟ الريزيديو بتاع الاف اوف زد عند الزد ايه؟ نوت، ده نفس الكلام ده يعتبر مين؟ الريزيديو بتاع الاف اوف زد عند الزد ايه؟ نوت، يعني كده ده القانون وده نفس الكلام القانون في الحاله الايه؟ طبعا احنا كنا حللنا الامثله المره اللي فاتت على مين؟ على الحاله السهله دي ما حللناش على دي، هناخد مثلا امثله ولا حاجه او مثالين على الحاله بتاعت الريزيدي دي وندخل بقى في الجزء بتاع الدور. الدكتور ما دخلش معاكم حاجه تاني بعد الدور، صح؟ ما دخلش لسه للزد ترانسفورم ولا في الهيت ولا في طيب وماشي بالراحه. طيب تعالى بقى نتكلم في القصه دي، التكامل بقى نفسه في الاخر هيطلع بكام بقى؟ مش عارفين التكامل ده كده كده في الاخر قيمته كام؟ 2 باي اي في مين؟ في السمشن بتاع مين؟ بتاع الريزيدي، صح؟ يبقى قانون التكامل ده قانون الريزيدي. هتجيب انت الريزيديو من هنا تضربها في كام؟ في 2 باي اي، لو هشتغل بالقانون ده برضه هجيب الريزيديو من هنا تضربها في كام؟ في 2 باي اي، ناخد بقى امثله بس لو فكرت بالقانون. نبتدي نشوف مثال. احسب التكامل الاتي، ايفالويت تكامل مين؟ اف اوف زد معايا كده؟ خلاص؟ الاف اوف زد دي بقى انا هحطها بدل عشان ندي عشان نديها اسباب، عندي مساله وليكن مثلا على سبيل المثال هنقول 50 زد على زد زائد 4 في زد ناقص 1 الكل سكوير، تمام كده خلاص؟ الكلام ده في مين؟ في دي زد. عايزين نحسب التكامل ده على الكونتور مودل الزد ايكوال 4. التكامل ده انا عايزه باستخدام مين؟ يوزنج ريزيد. باستخدام مين؟ طريقه الريزيد. صح؟ عايزين نحلها بقى، احنا بنعمل ايه؟ اولا هنا عندك القانون بتاع الريزيد بيقول ايه؟ بيقول لي انت عندك الداله اللي تحت دي اللي فوق دي المفروض داله اف اوف زد على المقام، المقام ده ليه اصفار، الاصفار دي لازم تكون واقعه جوه الكونتور. انا اساسا التكامل ده لو انا عايز احله على طول اول حاجه هعملها هرسم الكونتور بتاعي. التكامل ده المفروض بيساوي كام؟ بيساوي 2 باي اي في مين؟ في السمشن بتاعت الريزيديو اللي هتطلع من هنا، على حسب بقى مين اللي واقع جوه الكونتور ومين اللي مش واقع. الريزيديو للداله ككل عند كل زد بتساوي زد نوت. طب ما نرسم الكونتور الاول، طبعا الكونتور ده باين اول السنتر بتاع الداله كام؟ سنترها 0 0 والريدس بتاعها ب4، يبقى انت عندك دايره سنترها 0 0 والريديوس بتاعها بكام؟ ب4، هنا 4 هنا سالب 4 هنا 4 اي هنا سالب 4 اي، صح؟ الاصفار عندنا ايه؟
كونتين، ايه هم الاصفار؟ عندنا يا اما زد سالب 4 يا اما زد بكام؟ 1. مين فيهم اللي هو كنترول مين شويه؟ الاثنين واحد جوه كنترول، يبقى معنى كده زد بتساوي سالب 4 تنتمي للكنترول، ودي نفس الكلام تنتمي للكنترول. طب عشان احسب التكامل ده هروح اعمل ايه؟ اجيب ريزيديو عند مين؟ اللي هو المسار بتاعي، اجيب زد على سالب ايه؟ 4 معايا مشروع. خلاص؟ زد بتساوي كام؟ سالب 4 واروح اجيب لها ريزيديو. واروح اجيب الزد عند مين؟ عند الواحد اجيب لها ايه؟ ريزيديو. واحد اجيب ريزيديو عند اثنين اعمل فيهم ايه؟ اجمعهم واللي يطلع اضربه في اثنين بار. هاتوا لي يلا كده ريزيديو عند الزد بتساوي سالب 4. لو بصيت على الزد سالب 4 ده انهي القانون اللي انا لسه قايلهم؟ البراكت ده باور 1 ولا باور ان؟ باور 1. يبقى انا ممكن احل بالقانون السهل. ايه القانون السهل ده بقى؟ ان انا اقول ان الريزيديو للداله اللي فوق دي عند زد بتساوي سالب 4 هو عباره عن ايه؟ عباره عن الليمت. صح ولا صح؟ لمين؟ لزد لما تقول سالب 4 لمين؟ المفروض في البراكت اللي هو زد ناقص ناقص 4 اللي هو ايه؟ زائد 4 في الاف اوف زد كلها طبعا اللي هي مين حضرتك؟ الداله ككل. ايه الداله ككل بقى؟ اللي هي 50 زد على زد زائد 4 الكلام ده كله في زد ناقص 1 الكل ايه؟ سكوير. ماشي؟ لسه هطلع ناسك. طب انا هعمل مين بعد كده؟ اروح اجيب اللي زد لمين؟ الريزيديو لنفس الداله بس المره دي عند زد بيساوي كام؟ 1. هنا بقى البراكت ده مش باور ان، مش باور 1، باور ايه؟ ان. فاشتغل بالقانون اللي بيقول ايه بقى؟ ليميت. صح كده؟ بس قبل الليميت بنقول 1 على مين؟ على الفاكتوريال حاجه. ايه الفاكتوريال حاجه دي؟ المفروض نقول ان هي فاكتوريال ان ناقص 1. الان عندنا كام هنا؟ يبقى المفروض 2 ناقص 1 هنا 1 على الفاكتوريال 1. المفروض في ليميت لما الزد تقول للواحد. احنا بنجيب عندنا ريزيديو لمين؟ للتفاضل. التفاضل ده هو كمان المفروض يبقى ان ناقص 1، يعني 2 ناقص 1 هنا بكام؟ ب1. لمين؟ للزد ناقص الواحد الكل ناقص كام؟ القانون لسه كاتبه على السبوره، القانون كاتبه ايه؟ 1 على الفاكتوريال ان ناقص 1. في الليمت لما زد تقول لزد نون. تفاضل ان ناقص 1 بالنسبه للزد ان ناقص 1. بنضرب يا جماعه عشان بالبلدي كده كانك بتضرب في اسرار المقام. انت دلوقتي بتجيب الريزيديو هنا مثلا عند مين؟ عند سالب 4. فبتمسك الداله تضربها في نفس القوس بتاعها اللي بيطلع منه الريزيديو. انت دلوقتي بتجيب الريزيديو عند مين؟ عند الزد ناقص 1. تقوم تضرب الداله كلها تدخل في مين؟ في زد ناقص 1 الكل عشان اغيره، لان طبعا اول الاسفار ما ضربتش ساعتها لما تيجي تجيب الليمت هيطلع زيرو على زيرو كميه غير معينه، مش هينفع معانا الكلام ده. فنروح نعمل ايه؟ هنضرب في الداله زي ما هي بقى اللي هي مين؟ 50 زد على كام؟ على زد زائد 4 في زد ناقص 1 الكل سكوير. الكلام ده برضه بالنسبه لمين؟ بالنسبه للزد. صح كده؟ السؤال بقى هنا في الدولة. طب طبعا مفيش بقى انت كده كده كانت بتفاضل، انت بتفاضل مش محتاجه تدفع، تمام؟ حضرتك كنت بتضرب بقى مش هروح معاك، انا بجيب بقى واحد وعايزين احل ايه؟ طبعا لما احل دي ده هروح معاك اتعوض عليه مباشر، بس قبل ما اتعوض عليه مباشر هل في تفاضل؟ لا، لقيت الحاله سهله. يبقى هتمسك اللي طلع ده تعوض فيه تعمل تعويض مباشر بكام؟ بالسبب بقى ونشوف هيطلع بكام؟ هيطلع معاك على فكره سالب 8. ماشي كده خلاص؟ هتمسك اللي بعدها بقى، اللي بعدها هي المشكله. ليه؟ لان هيطلع زد ناقص 1 سكوير هيروح مع مين؟ بس المشكله ان الداله الفضل دي ما ينفعش اجيب لها ليميت غير لما اعملها ايه؟ تفاضل. عشان اعرف اعمل تفاضل، طبعا التفاضل ده يتم ازاي؟ اسم الدالتين. صح ولا صح؟ مش عايزين تعملوا اسم الدالتين، طلع البراكت ده فوق اس سالب 1 واعملوا حاصل ضرب. المهم يبقى انت الاول هتمسك 50 زد دي على زد زائد 4 تعمل لها تفاضل كام مره؟ واللي يطلع من التفاضل تشيل كل زد فيه تحط، واللي يطلع تضربه في 1 على الفاكتوريال هيطلع الحسبه دي في الاخر ب 8. ماشي كده خلاص عشان نوفر بس قصه التفاضل دي، ولا عايزين نفضلها؟ في مشكله في بقوله؟ خلاص المهم نفهم بس الطريقه. طب دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ المساله طبعا انا كان ممكن اديك مساله سهله، ايه المساله السهله؟ ان اديك الكورس مش موجود. يبقى انا بقول لك هاتوا التكامل دوت بطريقه الريزيديو، كنت هتحلوا دي على طول. فيطلع ريزيديو 1، والريزيديو اللي يطلع بيروح في كام؟ طيب هنا دلوقتي انا بس اتعمدت ان اجيب لكم دي ليه؟ عشان اجيب لكم واحده فيها فكره القانون الشخصيه الخاصه، واحده فيها فكره القانون الجنرال اللي هو العام. معايا ولاش معايا؟ تمام؟ طب انا لما طلعت 2 ريزيديو المفروض بقى التكامل ده تقريبا بيساوي في الاخر بيساوي 2 باي ار في السمشن بتاع الريزيديو الايه؟ اللي طلع اللي هو كام بقى؟ اللي هو سالب 8 زائد ايه؟ 8 يساوي 0. خلاص ايه المشكله؟ حصل الكلام ده تزيد؟ في مشكله فيها هناك؟ لان على فكره التكامل دايما على اي داله، لو الداله دي اناليتيك والتكامل على كنتور مغلق او مسار مغلق التكامل على فكره بتطلع بايه؟ بصفر. بس طبعا على حسب ظروف المساله وبتطلع معانا بكام. في مشكله فيها هناك؟ انا كده اديت مساله على مين؟ على مساله التكامل بس استخدام طريقه الزد. احنا السكشن اللي فات كنا بنحل التكامل بكوشي انتجرال. صح مش صح؟ طيب نشوف مساله كمان، نشوف هنحلها ازاي.
يقول لي احسب التكامل الاتي. تكامل على المسار يقول لي تكامل زد زائد واحد على زد تكعيب زائد 4 زد سكوير. التكامل دوت هيسألنا المسار بتاع حضرتك هو عبارة عن دايرة مودلس زد بتساوي واحد. خلاص؟ برضو يوزنج مين؟ ريزيديو. معايا يا باشمهندسين؟ خلاص؟ الولد المسألة قدامي دي، التكامل ده طبعا نفس القصة، هقول التكامل ده لو اسمه اي، المفروض التكامل ده بيساوي 2 باي اي في سمشن الريزيديو بتاعة الدالة عند كل أصفار المقام الموجودة. ده زد بيساوي زد. نبص المسألة. أولا أنا هرسم مين الأول؟ الكونتور بتاعي اللي هو الدايرة تحت. الدايرة برضه سنترها كام؟ صفر وصفر. والريدس بواحد تطلع الدايرة دي. طبعا واحد سالب واحد أي سالب أي. الأصفار بعدين هنظبطها إزاي؟ مش المسألة يمكن تبقى كده؟ تبقى تكامل زد زائد واحد ونسحب زد إيه؟ تربيع مشترك يتفضل. زد زائد 4 دي زد. كده إحنا عندنا اثنين. عندنا يا إما الزد بزيرو يا إما الزد بسالب 4. مين فيهم هو عنده كونتور؟ الصفر سالب 4 مش عنده كونتور، يبقى دي لا تنتمي للكونتور بتاعي، لكن دي بتنتمي. يبقى في ريزيديو عند مين؟ عند الزيرو. هنروح نجيبه بقى ونشوف هو انهي قانون. بعد ما نجيبه طبعا مفيش حاجه ثانيه ريزيديو طلعت، لو كان في ريزيديو ثاني طلع كنت هعمل له ايه؟ سمشن. مفيش غير ريزيديو واحد. الريزيديو اللي هيطلع عباره عن مين؟ في 2 باي. يلا بقى نجيب الريزيديو ده نعمل ايه؟ خلاص عرفت بقى حاجه تنتمي بقى، عرفنا ان ايه؟ تنتمي خلاص مش قضيتي بقى. هنعمل ده دلوقتي كده الزد ده كده خلاص مش موجود ولا كاني شايفه، يبقى الداله بتاعتي كان الداله دي كلها كده. انت ممكن على فكره انتوا طبعا ما دي طريق ممكن نرفع ده فوق لما في الشرط، فهي مش فارقه، اصل كده كده انت هتاخد الكسر كله الفراكشن كله وتضربيه في مين؟ في اللي بيعمل اصفار انتير هيتفضل الداله وترجعي تنزلي تاني، يبقى نظام منك لهنا يا جماعه يعني بتطلع ايه؟ بتطلع وبتنزل فمش فارقه. انا دلوقتي هعمل حاجه ظريفه قوي، هقول التكامل ده على عشان احله. هقول ايه بقى؟ هقول الاول اروح اجيب الريزيديو للداله دي ماشي خلاص؟ بس بشرط عند مين؟ عند زد بيساوي صفر، طبقا للقانون. مش دي تتكتب كده؟ ما انا دي ممكن تتكتب زد ناقص زيرو الكل سكوير، صح ولا مش صح؟ يبقى الان عندي كام؟ 2، يبقى عوض في القانون، القانون بيقول ايه يا جهوات؟ بيقول 1 على مضروب ان ناقص كام؟ 1 يعني برضه 1 في مين؟ في ليميت. لما الزد تقول لمين؟ للزيرو اللي انت بتجيب عنده. لمين؟ للتفاضل بتنقص الباور ده برضه في التفاضل واحد، يعني المفروض التفاضل الاول. طبعا انا هنا بدي امثله ايه؟ ظريف. ممكن بقى وارخم بقى اجيب لك دي تكعيب، يعني لو واحد دكتور في البيت حل نفس المساله، خلي دي اس 4 وخلي دي تكعيب. ساعتها هتسحبوا زد تكعيب مشترك، ساعتها لما تجيب ريزيديو عند زد تكعيب هتفاضل كام مره؟ مرتين بس، هو ده الفرق. يبقى الرخامه كلها في الامتحان في ايه؟ ان يجيب لك داله كمان تتفاضل تطول او تكون تفاضلها ريتم شويه، هيطول معاك. هنشوف دلوقتي كمان واحده صح. هروح افاضل مين بقى الوقت ده؟ ايه اللي افاضله؟ انا افاضل اصلا اللي بيعمل مشاكل اللي هو زد ناقص زيرو ده اللي هو ده، خدت ده كده كله بضربه في الداله كلها اللي هي مين؟ اللي هي زد زائد واحد على زد ناقص زيرو الكل سكوير، انا معوض في القانون مضروب في مين؟ في زد زائد 4. طبعا ده يروح مع مين؟ مع ده. هيتفضل الداله دي يعني زد زائد واحد على زد زائد ايه؟ 4. هنمسك الداله دي نعمل فيها ايه؟ نفاضلها. تعالوا بقى على جنب نفاضلها. يلا انا عايز افاضل الداله دي. يلا اعتبر الداله دي مين؟ مش ممكن كده يبقى زد زائد واحد مضروبه في زد زائد 4 كوكس سالب واحد، صح؟ انا سميت الداله دي اف مثلا عشان افاضلها. يلا نفاضلها بقى، اجيب منها مين؟ اتفضل. مش هحصل ضرب دالتين مشتقه الاول بواحد، صح كده؟ في الثاني زي ما هو اللي هو 2 زائد سوري زد قصدي زائد 4 كوكس سالب واحد. بعد كده افاضل مين؟ الاول زي ما هو في مشتقه الاول زي ما هو مين؟ زد زائد واحد. مشتق ده بكام يا جماعه؟ البراكت الباور ينزل يبقى كده كام؟ سالب ونفس البراكت اللي هو زد زائد 4 ناقص الباور واحد يبقى سالب 2، فمشتق المبدأ في البوست هو كام؟